أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه امرأة عندها أرض زيتون تؤتي أكلها كل عامين مرة واحدة، وتقوم هذه المرأة ببيع إيراد هذه الأرض عند حصول المحصول وتحصل على مبلغ نقدي عند أصله. السؤال: هل صحيح أن ثمار الزيتون لا زكاة فيها كما أخبرها بذلك بعضهم، أخذ من قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا في الحبوب فقط، أما الفواكه فما عليها زكاة؟ نعم، هو كذلك، الفواكه ما عليها زكاة، زكاة في الحبوب والثمار، زكاة في الحبوب والثمار التي تتخذ للقوت. أما البطيخ والفواكه هذه ليس فيها زكاة في نفسها، ولكن إذا باعها وحال الحول على قيمتها فإنه يزكي القيمة. إذا باعها وحال الحول على قيمتها بعد البيع فإنه يزكي القيمة. نعم. والزيتون من الفواكه؟ الله عليكم. الزيتون من الفواكه، نعم، ما هو قوت، ما هو بيتخذ القوت، يتخذ للإدام، هو ليس قوتا. نعم. أما العنب يجفف يصير قوت، يوكل، يغذي، يكفي عن التمر وعن البر.